أقامت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي بدار الثقافة والفنون معرضا تجاريا للأدوات المدرسية بالتنسيق مع الغرفة الولائية للتجارة والصناعة سيدي رغيس واتحاد التجار والحرفيين ومتعاملين اقتصاديين من تجار الجملة للأدوات المدرسية والمكتبات. تهدف هذه التظاهرات التجارية إلى توفير مختلف المستلزمات المدرسية للمستهلك بأسعار جد معقولة، أسعار تنافسية، كذلك الكتاب المدرسي متوفر في هذه المعارض في جميع الأطوار التعليمية، كما تم الترخيص لمتعاملين اقتصاديين مشاركين في هذه التظاهرات بممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي داخل المعارض التجارية. وفي غضون ذلك استقطب المعرض التجاري اهتمام العديد من الأولياء بهدف اقتناء المستلزمات المدرسية الضرورية لأبنائهم المتمدرسين من مختلف الأطوار التعليمية وذلك بأسعار معقولة. يعني الله يبارك الأسعار يعني في المتناول ماهيش غالية، نقدروا نقتنيوها كل مليحة. الكتب ثانية يبيعوها بنفس يعني بالسعر تاع الكتاب اللي مقررته الدولة، يعني أسعار مليحة، يعني نشوف فيها الأسعار مليحة. نتمنوا نجاح الجميع إن شاء الله. قبل الدخول المدرسي جئت إلى المعرض لاقتناء بعض المستلزمات المدرسية من كراريس، كتب، أقلام إلى آخره. جئت أنا وأخواتي ورفقة أبي إلى هذا المعرض، أتمنى لكل تلاميذ التوفيق في هذا العام الدراسي. للإشارة فإن هذه التظاهرة التجارية شملت جودة المستلزمات المدرسية المتنوعة بأسعار تنافسية، ما من شأنها تخفيف العبء المالي على الأولياء خصوصاً مع اقتراب عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.